لينا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج 90 دقيقة. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. طيب الأول عايز أفهم من حضرتك، احنا النهاردة بنتكلم عن مستويات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، سواء فيما يتعلق بالطاقة أو فيما يتعلق ببعض السلع الأساسية زي القمح مثلا والحبوب وما إلى ذلك. النهاردة كون ارتفاع الأسعار يوصل الدرجة دي إلى أي حد ده مفروض يثير القلق على الصعيد العالمي، وإيه اللي خلى الأزمة تتفاقم لهذه الدرجة؟ الفكرة كلها إن مجموعة من الصدمات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي جاءت بشكل متتالي وبشكل سريع جدا، ما فيش فترة زمنية يعني لم تنتهي بشكل رسمي حتى تداعيات جائحة كورونا، وابتدينا نخش في أزمة أكثر حدة وهي الحرب الروسية الأوكرانية. المشكلة كمان مش في وجود حرب ما بين دولتين، لكن هي الفكرة كلها مدى تأثير وقوة اقتصادات هذه الدول على المستوى الدولي، وكمان مشاركة عديد من الاقتصادات الكبرى في هذه الأزمة، وده اللي أثر بشكل واضح على حالة الأسعار بالنسبة للبترول وبالنسبة للحبوب، بجانب كمان أن هناك اعتماد بشكل كبير من عديد من الدول على الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني على وجه التحديد، في إمدادهم بالغاز، في إمدادهم بالبترول، في إمدادهم بالحبوب، في إمدادهم بالقمح، وبالتالي ده كله أثر، لأن كمان العقوبات اللي تم اتخاذها من قبل أمريكا وبعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي ده كله أكيد يعني لم يؤثر بالفعل على روسيا فقط، لكن أثر على العالم ككل. المشهد ده بيرجعنا للحرب التجارية على سبيل المثال اللي كانت ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لم تؤثر فقط على الاقتصادين دولت لكن أثرت على الاقتصاد العالمي ككل. فبالتالي فكرة ان احنا لم نتعافى بشكل واضح من تداعيات كورونا على مستوى الاقتصاد العالمي، وان تخش ارتفاعات في معدلات التضخم نتيجة في زيادة الطلب على المواد الأساسية وعلى السلع الأساسية، وبعد كده نبتدي نخش في أزمة ضخمة مستمرة حتى الآن ولا أحد يعلم متى تنتهي وكيف سوف تنتهي، دي كلها أكيد بتخلق كمان حالة من حالات عدم اليقين لدى المراكز المالية والمستثمرين، واللي بينعكس كمان على التوقعات الاقتصادية، ويمكن جزء خاص كمان بالتوقعات واحد من أهم المحددات في أي نشاط اقتصادي وبالأخص على المستوى العالمي، لأن دوت اللي بيخلي طول ما في حالة من حالات اليقين عدم اليقين وحالات من عدم الوضوح للتوقعات، ده كمان بيأثر بشكل واضح على عجلة الاستثمار وأداء الاستثمار بالشكل العالمي، ويتبعه طبعا عديد من الملفات الأخرى سواء التجارة الدولية سواء العمل على إقامة استثمارات جديدة، حركة التبادل التجاري، مشاكل بالجملة بتبتدي إن هي تتراكم في هذا الأمر. طيب يعني لو سمحت لي كده عايزين نفصص شوية الموضوع عشان برضو نبقى فاهمين الدنيا عالميا ماشية إزاي. البعض بيشوف انه الحرب الروسيه الاوكرانيه دي هتعيد مره تانية رسم ملامح الاقتصاد العالمي، اولا فيما يتعلق بالطاقه، لانه طبعا الحديث والازمه الكبرى دلوقتي متعلق بالطاقه. تم وقف نورد ستريم 2 او خط الانابيب الروسي لاوروبا. اوروبا لغايه دلوقتي مش قادره تفرض يعني او قالت بشكل صريح ان هي ليست في حرب اقتصاديه مع روسيا رغم العقوبات، ولكن طبعا عشان الحفاظ على الامداد النفطي وامدادات الغاز، وبتقول ان هي بتدعو مع نهاية العام ان يكون في اسواق بديلة وتقلل الاعتماد. خريطة الطاقة هتتغير ازاي بسبب هذه الحرب؟ فكرة التغيير في شكل امدادات الطاقة وبالاخص يمكن للاقتصادات الكبرى، يعني خلينا نقول المانيا على سبيل المثال، فكرة ان هي تبتدي تشوف أوجه أخرى لإمدادها بالطاقة، ده ممكن يكون أمر فعلا يعني ممكن نحن نشوف، لكن السؤال هل في فترة زمنية صغيرة ولا فترة زمنية طويلة، في الأجل القصير أم في الأجل الطويل. فكرة تغيير شكل الإمدادات والاعتماد على أسواق أخرى
ايا كان ايه هي الاسواق اللي هيتم الاعتماد عليها، هي فكره طول الاجل. ما نقدرش نقول الكلام ده ممكن يطبق في يوم او في شهر او في سنه، ده موضوع في غايه الصعوبه. ليه بقى في غايه الصعوبه؟ عشان برضه الناس تفهم معايا بالظبط، احنا علشان نبتدي يتعمل خطوط مرتبطه بامدادات الطاقه بالنسبه للغاز ويتم تامينها والاتفاقات والعقود الاجله وملفات، مش بس بنتكلم على اتفاقيات تجاريه لكن حتى عمليه الانشاءات الخاصه بتنفيذ هذا الامر، ده برضه امر مش بالسهوله اللي ممكن يكون البعض متخيلها. ولو كان هو بالسهوله ديت الاتحاد الاوروبي كان على سبيل المثال يعني كان طبقها من اليوم او من بدايه الازمه او حتى من بدايه التوترات، مش هقول حتى من ساعه بدايه الغزو لكن خلينا نقول من بدايه التوترات السياسيه اللي كانت واضحه للعالم كله كان بدا. لكن هي الفكره كلها واللي الاتحاد الاوروبي يعلمه تماما ان فكره ان يكون عنده سوق بديل يده نافر. وكمان في نقطه، هو فكره هل في دول في المنطقة ككل تقدر ان هي تقدم نفس القدر اللي بتقدمه روسيا للاتحاد الاوروبي من حجم البترول والغاز؟ احنا برضه بنتحدث عن دولة ليها وزن وثقل في امدادات الطاقة على مستوى العالم، ليها حصة من امدادات البترول والغاز بتتخطى حدود ال 12% على الاقل كتير من التعداد من المستوى العالمي. انا مش بتحدث فقط على يعني المانيا لما بتعتمد على حوالي 50% من الغاز الطبيعي من روسيا، هو رقم ليس بالقليل لسبب، لان احنا بقى بنتحدث عن الاقتصاد الالماني الواحد من اكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم، والاقتصاد يعتبر الاكبر على مستوى الاتحاد الاوروبي. طيب هو يمكن اللي معقد الموضوع شويه دكتور علي انه يعني في تزامن النهارده بين ازمه الطاقه وازمه الحبوب او الغذاء او السلع الاساسيه. في العاده بتبقى يعني حتى لما بيحصل اي تغيرات في الاسواق او اي ظروف جيوسياسيه معينه بيكون التاثر في مجال واحد من الاثنين دول، النهارده البعد المهم انه الاثنين دول حاصلين مع بعض. عايز اعرف راي حضرتك ايهما اخطر، عدم الاستقرار في اسواق الطاقه وما يمكن ان يؤدي اليه من ارتفاع في اسعار سلع كتير جدا، ولا عدم استقرار سوق الحبوب والغذاء والمحاصيل الاساسيه، خصوصا احنا بنتكلم النهارده عن امد يعني غير معروف او غير متوقع للحرب. النهارده لو الحرب دي وقفت هل من الممكن عكس كل التداعيات دي او عكس كل النتائج دي والعوده الى ما كانت الامور عليه سابقا، ام انه احنا قدام تداعيات طويله الامد بشكل كبير على المستوى الاقتصادي؟ خليني اقول لحضرتك ان كلهما اصعب من الاخر، لان في النهايه انا لما اشوف ان في ارتفاعات غير مسبوقه في أسعار الطاقة بالتالي هتأثر بشكل غير مباشر حتى على ما يتم إنتاجه من السلع الغذائية على مستوى العالم، فبالتالي هي تداعيات بشكل أو بآخر مرتبطة ببعض مش مستقلة عن ذاتها. يمكن يكون دخول الحبوب والارتفاعات الشديدة جدا وبالأخص بالنسبة للقمح على وجه التحديد والارتفاعات الكبيرة اللي حصل فيه يمكن ذات فعلا من الأمور صعوبة، لكن ده ما يمنعش أن فعلا الارتفاعات الكبيرة أيضا اللي حصلت على مستوى الطاقة لو كنا بنتخيل مشهد مطالب بس بارتفاعات الطاقه دون الحبوب انه ما كانش هيأثر برضه على معدلات التضخم وما كانش هيأثر على مستويات المعيشه للعديد من اقتصادات الدول وبالاخص الدول الناميه، وبالتالي كمان لان معظم الدول الناميه او خليني اقول اغلبها هي دول مستورده للطاقه وبالاخص بالنسبه للبترول. يمكن في الوقت الراهن الدول المنتجه والمصدره هي الرابح الاكبر من وعايزه اقول لحضرتك يمكن كمان يعني بعد اخر النهارده باطلاله سريعه كده على الصحف الدوليه، مساله ارتفاع الاسعار دلوقتي هي مساله عالميه، ان احنا لما نيجي نتكلم عن السوق المحلي الموضوع مش متعلق بينا احنا بس في مصر، في حاله غضب وفي حاله يعني يمكن ارتفاعات غير مسبوقه في الاسعار في دول كثيره جدا. مين اكتر الدول المتاثره وازاي حضرتك بترصد التاثير ده؟ انا هستكمل بس الجزئيه اللي حضرتك ذكرتيها لانها غايه في الاهميه. احنا شايفين يمكن النهارده فرنسا ابتدت ان هي توجه جزء من الدعم على المحروقات، وده بغرض تقليل التداعيات الخاصه بارتفاعات الاسعار، وده بياكد فكره ازاي ان ارتفاعات الاسعار ديت
مش بتصب بس في اتجاه دول هنا، ولكن العالم كله متأثر بهذا الأمر. الحكومات بتحاول ان هي تفكر في السعي لتقليل العبء وحدة ارتفاعات الأسعار، فده اتجاه فعلا العالم كله بيحاول ان هو يتحرك عليه. وبرضه في نقطة، الحكومات لسه بشكل عالمي حتى لم تتعافى من الحوافز الاقتصادية والمبالغ اللي تم تقديمها للنشاط الاقتصادي للتعافي من جائحة كورونا والإغلاق الكامل وغيرها من الإشكاليات الكبيرة جدا اللي صاحبتها بداية تداعيات جائحة كورونا. ولكن ابتدى كمان مع عودة تضخم عالمي وارتفاعاته، ده كمان برضه بقى بيضغط على الحكومات، وبالاخص كمان يمكن احنا حكومات الاقتصادات المتقدمه لديها من الوفرات اللي هتقدر ان هي تساعد، لكن المشكله دايما بتبقى عند الاقتصادات الناميه اللي طبعا يعني لسه لم تتعافى بشكل كبير. اكثر الدول اللي ابتدت ان هي تتاثر بشكل عام دون يعني ذكر دول معينه، لكن احنا عندنا دول كانت أعلنت إفلاسها في وقت ما، عندنا دول كان عندها مشاكل كبيرة في أزمة الطاقة مع استيرادها لأسعار للطاقة بأسعار مرتفعة، أكيد ده هيجدد كتير من المشاكل ديت. الدول اللي هي كانت مستعدة بشكل أو بآخر لعديد من الأزمات بإصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية، أكيد ده هيكون وضعها أفضل، ما نقدرش ننكر إنها تتأثر سلبيا، لكن في المجمل هتقدر إن هي تواجه الرهان دايما على احترافية إدارة الأزمة في ظل عدم وجود ملامح حقيقية لانتهائها، وده يمكن مشكلة أساسية اللي بتواجه يمكن العالم ككل. طيب التعامل مع موجة التضخم العالمي دي، ايه السيناريوهات اللي حضرتك شايف ان العالم هيتوجه ليها، خاصة ما اذا استمرت الازمة او طال امدها؟ خليني اقول لحضرتك بمنتهى الصراحة ان دلوقتي في الوضع العالمي الكل بيخسر، يمكن الدولة الوحيدة اللي يعني روسيا لغاية دلوقتي خسران 30 مليار دولار يعني يعني بالضبط يعني أسابيع. لكن انا من وجهه نظري نسبيا اللي بيحقق بعض المكاسب من هذه الازمه يمكن الجانب الصيني، ويمكن كان في توجيه حتى من الولايات المتحده الامريكيه للصين ان هي تحاول بشكل او باخر ان هي ما تقللش من حته العقوبات اللي بيتم فرضها على روسيا، وروسيا يمكن ردت بالجزئيه دي وقالت انها تظل الصين يعني شريك اقتصادي وسياسي طبعا مهم للجانب الروسي. لكن في الوضع الحالي والسيناريوهات حتى اللي واضحه قدام العالم كله ان هي للاسف يعني حتى احنا بنشوف حتى التقارير الدوليه اللي خارجه من صندوق البنك كلها بتوضح على فكره عدم اليقين وعدم الوضوح بالنسبه للرؤيه. لكن اعتقد ان مع التشابك بشكل كبير ما بين العلاقات السياسيه والاقتصاديه ما بين العالم كله والتأثير الأزمة دي على الاقتصاد العالمي وزيادة تعبه، أعتقد أن ده هيوصلنا لفترة قريبة أن يبقى فيه يعني نوع من أنواع مش هقول الصلح، لكن على الأقل انتهاء الأزمة بالشكل اللي ممكن يكون فيه تقليل من الخسائر الواقعة على الجميع. يعني ده سيناريو أنا شايف أنه هو الأقرب، لأن استمرار التعنت فكرة ان روسيا بتصعد من جانبها والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية بيصعدوا في النهاية هم كلهم بيخسروا بشكل واضح، والخسائر الاقتصادية والتأثير على مستويات المعيشة هيضغط على الحكومات للوصول لحل. يعني الشعوب هي اللي هتضغط على حكومتها ان لازم يوصلوا لحل، لانها ما فيش حكومة برضه هتشوف ان شعبها في موجة غلاء وفي ارتفاعات مستوى المعيشة وفي نقص في امدادات الطاقة وخلافه من هذه الاشكاليات، وهيفضلوا برضه في حالة التعنت.